وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي ومتتبعات صوت المظلوم، اختكم نزهة العلاوي، تحية كبيرة ليكم. خاعية أنا بالطريق والله إلا ما بقداش، ولكن مدوش شوية وقضني على الأقل نقدر غير نهضر وعاد نمشي نرتاح شوية. الحمد لله خويا أيوب. أيوب ما جاوبتكش التليفون، ما كانش عندي، كانوا محيدين لي لأن كنت في واحد شي بلايص. تنقولها لك في الخاص، تنقولها لك في الخاص، لأن شي حوايج ما كان ما خصناش نبقاو نقولوهم ولا نعطيوهم ولا نوريوهم شنو كنديروا. دابا دخلوا باش تعرفوا شنو وقع اليوم في المحكمة، لأن الكذوبات بزاف، كل واحد يخرج بالبال، كل واحد كيخرج يهضر. حقيقة معايا أنا، حقيقة في الدقيقة كما قالوا لها. أهلا بالأخت محجوبة وئام، أهلا بعاشور، نسرين تحياتي ليك، حمدي صباب تحياتي ليك، أيوب لايف تحياتي ليك، أخي العزيز حدا هوري وريقي الوريقي تحياتي ليك، محجوبة وئام قلناها تحياتي ليك، فاطمة بال تحياتي ليك، يا ربي السلامة تحياتي ليك، ليلي الغزالة تحياتي ليك، جيزو أشكاين تحياتي ليك، زبيدة وديني تحياتي ليك، فؤاد بلوعة تحياتي ليك ولا بلوعة، توريا معماري تحياتي ليك، أم مومو تحياتي ليك، ندى أدى تحياتي ليك، نسرين قلناها تحياتي ليك، نعيمة بلاش تحياتي ليك، حجيبة فيلالي تحياتي ليك، توريا معماري تحياتي ليك، لطيفة بدري تحياتي ليك، أولادي سر سعادتي والحمد لله تحياتي ليك. خديجة خديجة تحياتي ليك، زيزو أشكاين تحياتي ليك، نعيمة زوب تحياتي ليك، نعيمة بلاش تحياتي ليك، نزهة نور تسمية العزيزة تحياتي ليك. والله ما قد نهضر بالليل بالعيا، ربعة الصبح ضربني حمار الليل هذا النهار، قلت لها مشيت نعس غيديني النعاس. سوسو في بلجيكا تحياتي ليك، فريدة قادة تحياتي ليك، نعيمة زوب تحياتي ليك، ماتريكس بلاي تحياتي ليك، أسيا أكادير تحياتي ليك، فاطمة داديس تحياتي ليك، توريا معماري معمري تحياتي ليك، ميساء زمرودة تحياتي ليك، رحيلة فاتن تحياتي ليك، خديجة بروكسيل تحياتي ليك، هاوس تحياتي ليك، أن أيوب براوي تحياتي ليك، فاطنة تحياتي ليك، وأكيد العدالة للمرحومة سعاد، أم محمد إيطاليا تحياتي ليك، ماما الجلالي تحياتي ليك، سوسو في بلجيكا حييناك، نعاودو نحيوك مرة أخرى. يلا دخلوا ديروا لايكات، يلا دخلوا ديروا لايكات باش تعرفوا شنو داز اليوم وشنو كان اليوم. أهلا ميد ميدو تحياتي ليك، حنان زاهي تحياتي ليك، بشرى بن زرار تحياتي ليك، أسياء أكادير تحياتي ليك، جرفاوية حرة تحياتي ليك، إف شاكير تحياتي ليك، سناء تحياتي ليك. يلا ديروا لايكات الله يرضي عليكم. والله الا عيانه ودوشت
فيا غير النعاس والعيا. وهكا قلت صحيت رغبوني الناس عيطوا لي، قلت لهم ما نعرف يا نقدر يا ما نقدرش ندير شي لايف، ولكن وجوهكم عزيز ما نخليكمش بايتين، تتعرفوا شنو وقع شنو كاين وشكون هما الشهود اللي جاو وشنو اش تما كما قال السيد اش تما. زعما حسبي الله ونعم الوكيل فهاد الناس، وحق الله الا حسبي الله ونعم الوكيل، ولكن المشكل كيزيدوا غير يغرقوا راسهم. هادشي اللي كاين جايب جوج ديال الشهود، قال لك حضروا له في الجنازه جوج الخوت، هما شافوه فاش هي عرفناك كنتي في الجنازه، ولكن قبل الجنازه في كنتي قبل الجنازه في كنتي الجنازه عرفناك كنتي معاهم، انا نشهد لك كنتي معاهم بيناك قبل من الجنازه في كنتي. شوف نقول لك واحد الكلمه، داك قيلوش شي تعيا تراوغ، تعيا تحط، تعيا تجيب في عباد الله. عندنا اوديوات ديالك، الارشيف ديالك لا يرحم، سمعتي الارشيف ديالك لا يرحم. الا انت كنتي كتنسى الهضره ديالك، كلشي مسجل كلشي كاين، وغادي تنتظر المفاجاه اللي كاينه ان شاء الله بقدره الله، لان انا ما نعطيكش شنو كاين، ما غنبردلكش ديك الدوده ولا داك الساكن، ولكن انتظر المفاجاه انتظر. انا كنقولها لك انا صوت الصوره، قيلوش والسرباي واللي معاك، انتظروا المفاجاه باش تبقاو تخرجوا تكذبوا عباد الله وتضلوا هانتوما ما كاين والو، هانتوما براءه، ماشي نتوما اللي كتبرؤوا راسكم، الله يطول لي يطول لكم هذا العمر، ماشي نتوما اللي كتبرؤوا راسكم، ولا نتوما اللي غتعطيونا البراءه ديالكم، المحكمه اللي غتعطي والمحكمه اللي غتبرأ. اهلا بالاخت جيني جود، اهلا بك، انا درت لك خاطرك جيني جود والله ما قداش، ولكن واحد السيده تعيط لي وتعاود وتعيط وتعاود، قلقت لي الراحه ديالي بحيث كاع التليفون تطفى، كاع ماشي انا اللي طفيته، طفاو صحاب الحال، لان واش انا مشيت نتسارى ولا ندير اجتماع مع الناس ولا مشيت نلعب ولا لا. انا مشيت في الغراض، يعني ما كنمشيش انا نتسارى في قنيطره ولا كنمشي نجمع ولا كنمشي، يعني قلقت لي الراحه ديالي. ومن الاحسن لك درتي الخير في راسك الا تعاوديش تعيطي ليا، يا انا سمعتي انا ما غنفيدك حتى بشي حاجه، ما غنفيدك حتى بشي حاجه، قلت لك انا كنعيط لك وما بغيتيش تجاوبيني، ما نجاوبكش، شكون انت كاع بغيتي تكوني، شكون انت عتي قلقت لي الراحه ديالي. لا درتي درتهم درت معاكم غادي نجي، ومن بعد وانتي درتي معاهم هما ولا مع شي حد، انا ماشي شغلي، انا بعيده عليك، انا لا علاقه عندي معاك. تنتمنى تكوني سمعتي هاد اللايف ديالي وسيري عطيني اتساع، سمعتي غير سيري عطيني انا اتساع. وثانيا انا ما كنمشيش نتسارى الا مشيت لقنيطره، انا ما كنمشيش نتسارى. وحاجه اخرى، من نهار اللي تعطى لي السم ما بقيتش نجلس مع شي حد، ولي كيعرفني شي حد لا فين كاينه ولا عند من ولا اش ندير، كونوا هانين ندوز من حداكم وما تشوفونيش، سمعتي ندوز من حداكم انا نشوفكم نتوما ما تشوفونيش، الطق والسكات، لان كنت كنتيق كندير الكونفيونس وتصيت وتصيت. لا والو كلتو ما بقاتش الثقه، لان دازت عليا 3 شهور وانا تنموت وما عرفني حتى واحد. اهلا رشيد الزروالي، اهلا بالاخ. بعد الصاره كتقتلوني بها بعد جميلكم. اليوم جاب قيلوش جوج الخوت كانوا حاضرين ليه في الدفين ومشود ومشود،
حنا بغينا اللي كان معاك قبل ما تدفين في كنتي، واللي كان معاك قبل تدفين هو اللي تجيبه. الخبر راه في راسك، لان قلتي انت بفمك عندنا صوت وصوره كنتي في ام الربيع ما كنتيش، وامي مطون اللايف اللي درتيه في الدار اللي كنتي كاري في ازرو كاين، وان شاء الله كاين غير المفاجات. انت حط حنا نحطو، انت جيبو حنا نجيبو، تنشوفو شكون اللي غادي يغلب، تنشوفو شكون اللي غادي يتهد وشكون اللي غيغلب. واكيد حنا، لان حنا صوت الحق، حنا مع الحق، لان دايره روح والسيده ماتت بتسمم وبالتدريج، وغير داك الاصابات والجروح اللي اللكمات والجروح اللي كانوا عندها. والله الا جيب قالك الشهود اللي كانوا معاه في الدفين باش يقولوا فيه كان، انا نشهد لك، انا نمشي نقول لك راه كنتي معاهم في القبر، انا بلا ما تحتاج تجيب جوج الخوت كانوا حاضرين في الجنازه ولا كانوا حاضرين في القبر ولا كانوا. اللهم امين اختي، شكرا لك رشيده اس اس، شكرا لك، خمسه عليكم تنتوما. وي كانت مضروبه المرحومه، كانت مضروبه، وعندنا ديك الشهاده اللي عطى الامر السيد وكيل العام، عندنا التعليمات ديالو، كان هو كان ثقيل وش عطاتها للاخت عيساويه، وضاربين الطم بضربين الطم. انا كنت غير هضرت لان وصلتني شي معلومه من شي ناس بان الضربات كانت دباج، كانت الروينه، ولكن ما كانش عندي الاثباتات. دابا عندي الاثباتات بان ديك السيده التعليمات ديال السيد وكيل العام عطى الامر باش يعرفوا هذوك الاصابات اللي عندها وداك الجروح الاداه ديالها شنو هي. هما حسابلهمش غادي يطلع لهم حتى السم، هما كانوا فاكرين بان داك الضرب اللي مضروبه هو السبب ديال الوفاه ديالها. انا توحشتكم والله العظيم، مؤمنه بالله على العيا والله العظيم. دخلوا عندي الناس، عرفتي التليفون لقيتو عامر بمكالمات، انا ما يمكن ليش، راكم عارفين التليفون يا اما كيطفى وتخليه عندك يا اما كيحيدوه لك، راكم عارفين في الولايه ديال الامن التليفونات كيتحيدوا في الباب. انا بعض المرات ما تيحيدوليش، غير كيطفى ولكن ما يتشعلش وممنوع الهضره، بحيث كنت محتاجه التليفون شي حوايج فيه، يعني بقى عندي التليفون ولكن ما نهضرش فيه، ودرتو في السيلونس اون ميم طون وحيدت له الطرواجي. اسي كيتشن شكرا لك على سوبر شات، شكرا لك على دعم القناه. اكيد الغيب الحق، شوف شوف الحق باين للمرحومه، الحق ديالها باين باين باين. اللي بغى يتعامى بغينا نعرفوا شكون شكون اليد الخافيه اللي عطاتها السم، هي اللي بقات لنا خصنا نعرفوا، لان كاين التستور وكاينين بزاف د الحوايج. بغينا نعرفو بعدا شكون اللي عطاها السم هو الاول، وعاد نعرفو شكون اللي مغطي وشكون اللي مساعد وشكون اللي بزاف د الحوايج. اكيد بفعل فاعل الخداشات، معرفتش ديك الورقه واش عندي هنا ولا عندي ليه، اللي فيها التعليمات ديال السيد وكيل العام. انا غادي نشوف، غادي نشوف الا تكون عندي في شي كارني، ولكن الورقه كاينه خصني نجبدها، نجبدها بعدا. شوفوا هنا
عندي لهيه، على نمشي نجيبها ونجي. التعليمات ديال السيد وكيل العام من يعطي التعليمات ديال اجراء تشريح طبي على جثه الهالكه، عطى قال لك بيان اسباب الوفاه، ما كانوا شاكين في الضرب اللي مضروبه، بيان طبيعه الجروح والاصابات اللي كانت اللي كانوا عند المرحومه، واش علاقتها باحداث الوفاه. ملي طلعت الخبرة طلعت فيها تسم من غير ديكشي اللي عندها الجروح والإصابات، من غيرهم طلع حتى السم، وبالتدريج يعني كانوا كيعطيوها لها بشوية بشوية. وقال لك وبيان الوسائل التي استعملت في ذلك، في ذاك العنف، في ذاك الضرب، شو تسمعت، شنو الأداة اللي تستعملت. حنا كنا سمعنا الجيران ولا سمعنا ذوك الناس ديالهم، قال لك كانوا الطباسل كيتشيروا في الحيط. يعني السيدة تاكلت قتله سمح ما يتمكن، نهار اثنين ثلاث كانت شي جنازه في الليل مع العشيه تزير عليها الحال، السيده بدات تقيه لغدا مع الحداش كشاكش خارجه ليها، يعني تقطعت الهضره، هزوها مع الحداش للطبيب، عاد عيطوا لامها والختها، اختها كان في كازا خدامه، امها غتجي من النواحي ديال سيدي سليمان، يعني البعد ما وصلوا حتى للربعة ديال العشية، الربعة الربعة وربع الربعة ونعاد وصلوا الأم ديالها وأختها. والسيدة شي وحدة كانت تما في السبيطار قالت لهم هادي اش كتجيكم، قالوا لها بنتنا، قالت لهم من الصبح وهي بوحدها ومليوحة في الأرض، عاد جابوا لها البياص. ديك السيدة كانوا بغاو ياكلوها، كانوا هما ثلاثة دخوتو أمو، إوا فين هذاك الشهود؟ واش قلتي لهم هاد الشيء؟ قلوش داك الشهود اللي جبتي اليوم، داك جوج الخوت، واش قلتي لهم هاد الهضره؟ قلتي لهم بان كنتي فنت مع الحبانه وخوتك بثلاثه امك هما اللي مع المرحومه، قلتي لهم هاد الهضره؟ اللي جايني شهدوا شهدوا سي نورمال، كنتي في الجنازه حتى حضرتي للدفين، لان جيتي حتى لواحد الوقت متاخر، هي ماتت مع 9 ونص الليل، انت ما دخلتي حتى لشي جوج ولا الربعه ديال الصباح، عاد دخلتي ولا دخلتي كاع حتى الصباح، الله يعلم كناش معاك، ما كناش معاك. شكرا لك شكرا لك. تي دابا المشكل تجي يبقى لك الشهود يقولوا له بان كان في الجنازه حاضر للدفين، زعما كان موجود بالعربية الفصحى، كان راجلها كان موجود. يلا مهم، كاين شي حوايج مفاجأة تنقسم لكم فمي بالله، إلا كاين شي حوايج أنا ما غاديش نبدا نقول ولا نعطيه ولا نقول له شنو درت ولا شنو فعلت ولا شنو كاين أصلا، والله لا سمعتيهم مني وسير لا تقصرش، بقى تجيب لنا في عباد الله وجيب في الشهود لا تقصرش، حنا غادي نحطو اثباتات شي حوايج، بغيتي غنطولو غنطولوه، حنا معاك تنشوفو شوفو الكذاب، شوفو شكون اللي صح شكون اللي حق، شكون اللي باغي يضلل، شكون اللي باغي بزاف د الحوايج، شكون اللي من النهار اللي عرفناه و تيقولنا انا ما كنتش انا ما كنتش انا ما كنتش، لان ديك بدي كتكثر في واحد الحاجه ضروري تثير لك الانظار، ملي كتير واحد الكلمه كتبقى تقولها وتعاودها وتقولها وتعاودها وتقولها وتعاودها وتقولها، عام وزيد حنا كنسمعوا ديك الكلمه، يعني صافابا صافابا. عندك زهره، انا كنت طلبتها، انا عندي المسائل ديالي، انا كنت طلبتها
الشهادة هي والبنت الكبيرة، لأنهما الصندوق الأسود وفعلا جاوا للفرقة الوطنية، ولكن ما الفرقة ما غاديش يعاودوا لي شنو كاين ولا يقول لي شنو كاين الحيتيات ولا ولا ولا. ولكن سمعت أنا من عند شي ناس بأن زهرة مهددة، وإلا هضرات على حسب القول ديال شي ناس قالك هددوها براجلها، قالوا لها راجلك واخا يدوزت 20 عام ومشيتي حتى هضرتي غادي يقطعوك. دابا بغينا نعرفوا زهرة فين تخب، فين مشات، فين، ما تقولوليش عند ماك، وكانت عند ما غدير لايف من تما، راه عندها التليفون. ولكن باش تختفى في خطرة ما تحضر لا الاسبوع ولا بزاف د الحوايج، وأميم طون كذبت في واحد الشهادة يعني ماشي الصالح ديالها، يعني بغيتو تغرقوا ديك السيدة وهي شاهدة وشهادتها مهمة بالنسبة لي أنا ولا الملف، شهادتها مهمة هي والبنت الكبيرة، شهادته مهمة عندنا بالنسبة لي أنا. أنا طلبتها، طلبتها تجي الشهادة، طلبتها وعيطت للفرقة الوطنية، فعلا هي والبنت جابوهم. ولكن أنا طالع زهرة ما فهمتش كيفاش أنا طالع زهرة. أكيد هي العلبة السوداء، أنا قلتها، أنا طلبتها، أنا طلبتها، طلبتها عندي، عندي عندي طلبتها، طلبتها أنا للسيد وكيل العام. ديك السيدة هي الصندوق الأسود، هي والبنت الكبيرة، وفعلا جابوهم الفرقة الوطنية، جابتهم حضروا. ولكن شنو دار الحادث اللي دار الله أعلم، لأن ما غاديش نعرف، لأن السرية في البحث. ولكن على ما سمعت أنا دلت شي شهادة بزور، دلت شي شهادة زور وماشي الصالح ديالها، لأن هي حاضرة، حاضرة للفيلم، حاضرة لكل شيء. اللي داز على المرحومة داز عليها تا هي، الدكاكة اللي دازت على المرحومة دازت عليها تا هي. ما يجيش شي حد يقول لك لا هي الكل في الكل، مع عمر زهرة كانت الكل في الكل في ديك الدار، بالاخص في ديك الدار كانت لابونيش حتى هي ديالهم. المهم بالنسبه ليه قال لك حول البنات على تيفل تخذ لهم الانتقال، يعني غتضيع لهم عاود المستقبل ديال البنت الكبيره، ما نجحاتش ودابا غتزيد عاود تبقى كل مره تهزل هنا تهزل ليه. بعدا البنات خصهم طبيب نفساني، هذه اول حاجه خصهم طبيب نفساني، وخص مساعدة قضائية لهم، مساعدة اجتماعية ضروري. شوفوا إلا مشيتي لتيفلت غنخلط عليك عود لتيفلت، ما نخسر عليك أنا والو، سمعتي قيلوش مشيتي لتيفلت راه ديجا حاطة شكاية، نعاود نمشي نحط شكاية أخرى ونطالب بالبنات، لأن ضروري خصهم طبيب نفساني، ضروري بزاف د الحوايج. طلبات ديالي أنا كحقوقية، كفاعلة حقوقية وحق الطفل عندي في الأول، في الأول ضروري طبيب نفساني يعالج البنت، لأن البنت علمتوها الدور الشغال، راه عندنا ذاك الفيديو تتعطيوها لما عند تغسلهم وتعاود تولي تغسلهم وتعاود تولي تغسلهم فمك انت قيلوش، قلتي البنت كتعلمها الطياب، يعني تعلمها الطياب باش تولي طيب ليكم. دابا ملي الماريولا ديالك ولدت يعني غتعلموها حتى تصمت وترضع، يعني البنت ما غتقراش، يعني البنت ما غتقراش. ها عندنا عاود ملف ديال الطفله ايمان تيتكرر، يعني نفس الديكور نفس الملف، الطفله ايمان للمره الثانيه تيتكرر. نورمالمون دوك البنات يتامى، يعني خصك تحن عليهم، وبالسورت امهم كتقطع راسها وتخدم في الديور باش تقريهم، اللي تجي انت دخلها تعلم لك الطياب، دخلها تعلم تغسل لك الماعن، ومن بعد تولي تصمت الولد، تولي ترضع، تولي بزاف د الحوايج. هيا ما قراتش، هيا الامنيه دمها مشات هباء منثورا، يعني هادشي خصنا عاود نشوفو معاه. مشيتي لي لتيفلت غنخلط عليك، غنخسر عليك والو. اهلا الاخ محمد بلجيك،
اختي سناء، انا سمعت كانت الام ديالها محملاها في ظهرها ودفعوها من الدروج، ماشي زلقت، دفعوها من الدروج. اهلا الاخت مريم السويسراوي، كتفهم كل شيء البنت الصغيره. شوفوا راه البنات كيكونوا ذكيين. جيني قول، وانا كمان وراك وراك والزمن طويل. وانا كذلك ولا تفكينا معاك قيلوش حتى يبان الحق شكون اللي عطى السيده السم. وما تقوليش عاود كنتي في ام الربيع، وما تقوليش عاود كنتي في ازرو، لان من قبل راك كنتي اتنين، كنتي الحد، كنتي السبت، كنتي الجمعه. يعني ما تقوليش ما كنتيش نهار اتنين مشيتي حتى مور العشاء، عاد جاو موراك صحابك ومشيتي، لان الدباس بدا ما بين المغرب والعشاء، ما بين العصر والمغرب، سمعتي؟ ما بين العصر والمغرب. تحية كبيرة للأخ ضري، والله ما شتك أخويا، بان لي الله يرضي عليك. نعطيك الكلام مونيت، الأخ ضري بان لي الله يرضي عليك. ما باليش انا الاخضر الريف، ما شفتوش انا كاع. الا بان لكم الاخضر الريف وريوه لي نعطيه كلامونيت بعدا. المهم حتى يبان ليا. اهلا ميريبين، اهلا اهلا اهلا. راه والله الا ملي كنكون كنهضر ما كنشوفش الكتابه باش تعرفوا شنو كاين. تخرج ما شتوش، ما شتوش ملي كنكون، حيت انا حاطه التليفون اللي كنشوف فيه هو حاطاه في الجنب. ملي كنكون كنهضر كنشوف غير في الكاميرا، ما كنشوفش شكون اللي هضر ولا شكون. الو، وعليك السلام اسيدي، وعليك السلام، الله يطول لك العمر. الله يطول لك العمر. واخا سيدي، واخا، مرحبا. عليكم بعدا للجميع، الناس تسمعوني ياك؟ وي راه كيسمعك، كلشي كيسمعك. اوكي، واحد السلام الاخضر راه كان معنا في التعاليق. ما شفتوش وخرج. وكان تيسلم وسلم على الاخت جيني جود وسلم على الجميع. اذا كان مشى ولا شي حاجه. ما شفتوش والله، ما شفتو. واحد التحية ليه كبيرة تا هو من هاد المنبر. راه كتبوا لي الخوت باش انا عاد عرفت كاين معايا. شفتو انايا، شفتو هذاك. انا ما شفتوش. انا اللي دخلت في ذاك الكونت اللي كنت غادي نطلع زهرة، انا اللي كنت غادي نطلع زهرة. اوكي، لان معليش.
عاودي نهضر على جوج نقاط. وي نهضر على النقطه ديال قيلوش الليله فاش غادي يجي من فاش غادي يجي وغادي يحضر الجنازه، ونهضر على زهره. وي نبداو بقيلوش. قيلوش تيرتب الاوراق ديالو، والمرحومه سعاده توفى في قنيطره، تيرتب الاوراق ديالو بعيدا في ديك ام الربيع مع العشيقه ديالو مع الاصدقاء ديالو. نمشيو غير للنقطه ديال اللايف، لان قبل دابز معها نهار اثنين وبحال اللي قلتي الطباسق تيتشايرو، وفي الاخر قال لهم نرجع ما لقاهاش. وي هاد الهضره كاينه، انا باقا عاقله على هضرتي. وي الاخت ديالها قالت لي، قال عاودوا الجيران، الجيران اللي كانوا شاهدين دابز معاها وقال لهم نرجع ما لقاهاش. شنو هذا يعني رجع ما لقاهاش؟ يعني تودع هي نرجع ما لقاهاش. هذا الكلام هذا كاين. مشى بدا تيدوز النهار ديالو تيتسناها تموت. فاش توفات المرحومه عطاو الخبر في الليل ديك 9:30 وفتح اللايف وقال لهم نقول لكم بان واحد بنت خالتي. دونك حنا شفنا كامل راه في ام الربيع باش يثبت على راسو انه بعيد عن الجاري. ديك الساعه الاصدقاء ديالو دوك الجوج هزوا من تمايا. وي قال لهم غادي يدوني قنيطره جوج. فجا جوج الليل هادشي التصريحات ديالو، جوج الليل وصل المستشفى الادريسي اللي هو سبيطار الغابه. وصل تمايا لقى الدنيا خاويه، لقى الدنيا خاويه، وقال العساس راه واحد السيده هذاك توفات. قال له هنا راه ما بقاش الحمل كبير. قال له سير حتى الصباح ديال ديك لامورك فين توفات وداك الشيء، قال له ما نقد نحل لك الباب ما ندخلكش، ما بغاش يدخلو. جوج الليل راه ممنوع ممنوع. اوكي رجع للدار، رجع للدار لقى لقى الجنازة قايمة، الناس تيبكيو. هذيك اختها اخت المرحومة والام ديالها كلشي تيبكي. دخل عرفي غادي يبين بانه راه الجنازة وداك الشيء، بقاو هكذاك حتى الصباح. الصباح شنو غادي يدير؟ غادي يمشي يرجع للسبيطار. فاش علنوا على فاش هذه الاخت ديال الاخت ديال المرحومه عيطات لباها، باها فاش جا من النواحي ديال سيدي سليم ما جانيش انا للسبيطار، جالس حدا السور. فاش جا قيلوش قالوا له خصك تمشي دير الاجراءات، مشى للكوميساريه باش يجيب بوليسي باش يدير الاجراءات. شنو هي الاجراءات؟ هي انك خصك تجيب ورقة من عند وكيل الملك، يعني هذه جثة وما عارفينهاش، خص الورقة تجي من عند وكيل الملك. فاش مشى دار المحضر ديالو بحال اللي قال الأخ دري، المحضر شنو غادي يقولوا له؟ شكون نتايا؟ أنا الزوج ديالها، من هاد السيدة؟ واش عندها عداوة مع شي واحد؟ يقول لهم لا. واش ضربها شي واحد؟ يقول لهم لا. واش دابزات مع شي واحد؟ لا 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 اخويا كافي كريم اللي ما عارفينش نتوما، راه كاين تقرير اخباري اللي خبروا به السيد وكيل العام من السبيطار باش هو عطى الامر ديال التشريح سير بلاص عادي يدفنوها. لا كيفاش دابا البوليس هو نقول له شكون نتايا؟ فلان بن فلان الزوج ديالها. غادي يبداو له محضر، خصهم يكتبوا له محضر. نعم. وداك المحضر تيمشي عند وكيل الملك. وكيل الملك فاش تيشوفو هو اللي خصو يعطي الرخصة، ماشي وكيل المالك، وكيل العام. وكيل العام لاش حاجة راه لا، وكيل العام هنا هادي جنايات، وكيل العام. لا لا لا، هانتي فاش تيتوفى شي واحد باغ إكزومبل، تيتوفى شي واحد في الزنقة، تيديوه للسبيطار لا مورغ. وليكي راه الله يرضي عليك فرز، ماشي المحكمة الإبتدائية اللي كتدخل في الموت، كيدخل السيد وكيل العام، محكمة الإستئناف. المحكمة أنا لا باش نفسر لك، تيجيو العائلة ديالو، تيجيو العائلة ديالو تيقول لهم سيروا جيبوا لنا، سيروا يشوفكم هذا اللي قلتي وكيل وكيل العام، السيد وكيل العام هو اللي كيعطي التعليمات ملي كتكون مشكوك بلاتي، ملي كيكون الشك قانونية. الله يرضي عليك، ملي كيكون الشك في الوفاة. ولكن هذا الوكيل العام، وكيل العام شنو تيوقع له؟ أنه ما شافش الجثة، شافها التقرير. نعم إخبارية، غير إخبارية جاته. إخبارية، إخبارية ديال الطبيب. أي وحاجة أخرى، تسمعيني مزيان؟ تحقاش التليفون تاعي؟ لا كنسمعوك مزيان أخويا، كنسمعوك مزيان. فاش تيشوف الإخبارية اللي قلت
فهمتي تيشوف الوراق. نعم. الطبيب راه كتب بان هناك علامات. الطبيب راه غادي يكون كتب الورقه وغادي يشوف حتى التقرير، واش هاد السيده عندها اعداء، واش دابزات، واش عندها عداوه مع شي واحد، شكون غادي يكون راه داير ديك الساعه بيان. سمعني عطى التعليمات ديال بيان اسباب الوفاه، بيان طبيعه الجروح والاصابات اللي كانوا عندها، اللي كيقول لك هو ما قاسوها ما اتت ما عندها والو. قال لك الطبيب ديالو قال له بالسيده راه ما فيها حتى شي حاجه، عطاه شهاده طبيه قال له سير دفنا، راه عندنا صوته، راه عندنا صوته. وبلاتي وعطى عاوتاني التعليمات البيان الوسائل التي استعملت في ذلك، في ذاك الضرب اللي كان فيها والجروح، الاصابات اللي كانوا عندها والجروح، بغاو يعرفوا باش فوالا. دابا هادشي وقتاش واقع؟ واقع الخميس، لان السيده توفات الاربع، هو الاثنين مشى لام ربيع، ثلاث عاوتاني داز بان قلنا مشينا لديك الكنازه، مشات الجانب وبدات تبكي وداك الشيء، والاربع توفات، هو جا الخميس. جا الخميس دار هاد الاجراءات. الاجراءات كل دونك الناس شافوه باش تسلم الجثه ومشى دفنها. وهذوك هما الشهود دابا اللي جاو اليوم، هما هادو. هما الشهود اللي جاو، هادو هما الشهود، ماشي شي حاجه اكسترا اوردينير. وكانوا العائله ديالو طلبوا منه، قالوا له خلينا نمشيو ندفنوها في القريه اللي قريبه لينا. طلبات منه قال لها ودي اعطيني الجثه ديال بنتي. مشي ندفنها حدايا ونزورها، قال لي هلا تدفن هنا في قنيطره. وقنيطره قلت انا بان ديك الروضه بعيده بزاف، جات في طريق الرباط، جيت الناس تعرف راه ضري يقول لكم. هذا هو الاثبات انه نهار الخميس كان موجود الدفن، ولكن البحث دابا غادي في الموت، بسبب الموت وشكون قتل المرحومه وشكون كان حاضر، لان ما كانتش بوحدها. وهي كانت سد عليها الدار بوحدها، نقولوا راه بوحدها ماشي غير واحد، وما كانوا مجموعين عليها مجموعه، كانوا ثلاثه دخوتو وامو معاها، امو ومرت هاد زهره. لا كانوا خوتو، كانوا خوتو ثلاثه، امو هي اربعه. وهاد زهره مات، زهره خلاوها في الدار باش ما الا جا شي حد ما يعرفش شنو كاين. ولكن كانت الصباح فاش شافوها فاش دخلت، كانت الصباح وداك الشيء. هي العلبه السوداء، شوف انا طلعت، سمعني طلعت ولا نزلت، هي العلبه السوداء انا طلبتها. انا طلبتها انا ساليت مع قيلوش، كان حاضر نهار الخميس وحضر الدفن ودار لهم هذا، بغى يسكت القضيه، وصحابه كانوا معاه، هذاك السرباي معاه، وكلهم مع صحابهم، وكلهم تيعزيو، عارفين الناس تيعزيو تيجيو عارفين داك الشيء علني. راه ماتت المراه، راه مرت هذاك، واش هاد الصحاب جالسين معاه تما وما عارفينش راه مرتو، راه هما الاولين كانوا عارفين. وراه خرج هذاك، راه تنشكر الاخت ليزا كامبونيل اللي لحت واحد الفيديو، السرباي تيقال لي بانه يوقف مع صاحبه ظالم او مظلوم. فوالا ظالم او مظلوم، دونك ظالم. اوكي رجع لك الزهر، زهرة انا خرجت نبحث عليها وشنو داروا، وما محاو ديك القناة الاولى اللي كانوا فيها، اللي كانوا فيها الحجاج. لا عندنا كلشي، شوفو عندنا كلشي. اوكي عندنا كلشي، انت راه غير زوينه اخويا العزيز، واسي كافي كريم، كلشي كاين. اوكي نجي مع النقطة ديالي، انا التحليل ديالي، يعني انا اللي خرجت قلت زهرة في الحبس. زهرة ما يمكنلهاش تخبر بهذه الطريقة من غير إلا كانت مسجونة. وي. وأنا نفسر لكم علاش. زهرة رجعت لها المداخلات ديالها كاملة والفيديوهات كاملة اللي ما كناش تنشوفو، رجعت شفتهم، التعاليق ديالهم بكل شيء، فليتهم. شنو كانت تقول زهرة؟ كانت هي العمود الفقري ديال ديك القناة، هي اللي كانت مسيرة لهم القناة. يعني هي كانت تهز وتتخرج وتتصور وتمشي. هي اللي مشات مع قيلوشة حتى صوروا هذيك أمو فاش كانت في تتبيع السوق 42 درجة، وهي جالسة تتبيع الكراطم، وقيلوش ناعس، وهذيك زهرة هي اللي دات قيلوشة، وكل شيء هادشي تيديرهم على رجليهم، راكم شتي هما تيشدوا عاك عطا على رجليهم، تيشدوا حتى جيك. دابا زهرة، رجعوا لزهرة اللي كانت قلت لكم العمود الفقري ديال هي كانت مطلعة هذيك القناة، والمتبعين ديالهم الله يعاونهم كانوا تيبغيوها، تيبغيوها هاد السيلة. قال لك فيها النشاط، فيها الضحك، وتتهضر هذه زهرة. شنو انت تقول؟ قالت لهم انا هذه العائلة يلا دخلت ليها ست شهور باش تزوجات،
ست شهور باش تزوجات، شوف كيفاش تلاقات مع هذاك الولد وكيفاش هذوك العائله بغاو يتزوجوا ذاك الولد. هو مجرم، هذاك ولد مجرم، شفار شفار، مجرم في ديك الحومه ديالهم. زوجوها لديك البنت، قالت لك انا قلت لهم ست شهور شد. هذه النقطه هي قالتها بالفم ديالها، قال لهم انا هاد الدار دخلت ليها ست شهور شد هذاك اسامه، شد في الحبس. اشنو صدقات السيده؟ صدقات حامله. وهذيك السيده الاخرى اللي سميتها هاجر، لا ميم شوز، حتى هي بنت صغيره تشد هذاك الراجل سميتو يوسف، تشد حتى هو في الحبس وبقات حامله. شوف هاد الناس هادو الاجرام كيداير، وتيخرجوا على دراري صغار تيخليهم حاملين، فين هو الاب راه في السجن مضروب بعشر سنين. وراه كاين كاين العائله اللي غتقابل، لا الا اللي غادي يحرتو، ماشي غادي يحرتو. حنا كنقولوا اللي غتقابل، ما نقولوش راه كيحرتو. راه كان المصير ديال الزهرة ومصير المرحومه بحال 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 بحال، ما كان عندها لا قيمه ولا شان ولا كانت لا بونيش ديالهم. اشنو تتقول زهرة؟ زهرة هادشي الكلام ديالها ما عاوديهاش شي واحد، الكلام ديالها في اليوتيوب. تتقول انايا راجلي ما شافش الحماله ديالي، ما حضرش الولاده ديالي، ما حضرش الطهاره ديال ولدي. دابا راه واقيلا دار ثلاث سنين، هذاك غيكون دار ثلاث سنين، لان الدري بين الحماله والدري عنده عامين، هي هذيك ثلاث سنين. من بعد واحد رمضان قالت لهم شنو؟ قالوا لها واش تمشي عند تتمشي عند الام ديالها؟ قالت لهم انا اليوم غادي عند الام ديالي. اشنو دارت؟ ركبت ذاك الولد في ظهرها وتمشات على رجليها، قالت لهم الام ديالي تتسكن على خمسة دقائق من ديك الدار ديال قلاليش. نعم. دونك دابا لا زهره، دابا زهره كون كانت موجوده عند الام ديالها راه خمسة دقائق. وي غتبان. ولا هذيك ولا تقول راها غضبانه ولا راها راه عندها التليفون، عندها كل شيء، تمشي كاع غير عند صاحبتها اللي رجالهم معتقلين بجوج، راه دايره قناه. هذيك صاحبتها حتى هي ساكته، حتى هي مهدده، لان تيهددوا هادو راه تيهددوا بنادم، هادو راه خطيرين، راه خطيرين خطيرين. نزيد واحد النقطه اخرى. نعم. الولد الصغير بقى في الدار ديال القلاليش، واش كاين شي ام ما غاديش تشوف ولدها شهر؟ لا ما يمكنش. ما تشوفوش. لا ما يمكنش. الكبده ديالها. ودري صغير عنده عامين، ما يمكنش. هي واخا تغضب ولا تطلق المرأة، فاش تطلق راه تهز ولادها هما الاولين، باش ما يدعي الراجل غادي يدعي على النفقة وعلى داكشي ديالها. ما يمكنش انها تسمح في الولد. دابا خارجين تيشهروا بها، داروا ليها التصويرة ديالها داك النهار في فيديو زهرة. نعم. تشهير. نعم. وتيشهروا ليها بولدها. اش من حق يخليهم اليوم صوروه انهم مشاو كساوه. وهذيك اللي الجدة ديال الولد اللي سميتها دنيا، اللي حتى هي اخت قيلوش. نعم. واخا ما تتبانش هي عقوزتها، حتى هي هذيك هي هي مت هاد أسامة. نعم عرفتها. حتى هي مشاكل كلشي مطلق. مطلق مت قيلوش، حتى هي راه قال لك قيلوش راه عنده خوته من باه، صافي دير مو كانت مطلقة. هادو عائلة ديال الجوج طلق. مجوجين في الحبس وطلق. ما عندهمش شي تابات. دونك السيده اللي كانت قريبه عندكم خمسة دقائق، علاش المتتبعين ديالكم تيسولوكم تيقول لكم فينا هي زهره، وانتم ما بغيتوش تمشيو تصوروها ولا تبينوها، ولا واخا تكون غضبانه اجي نتسامحوا معاها، اجي نعرضوا بها ولا نسولوا فيها ولا نديروا فيها، تعرفي التقاليد ديالهم وداك الشيء. السيده غابره غابره على الوجود. انا قلت بما انها غابره غتكون في هاد الكلمه قلتها غتكون في السجن، لان الغبوريه ديالها ماشي طبيعيه. حنا ما بغيناش نقولوا بانها راه مفقوده ولا راه مقتوله ولا راه ميته ولا هادي ولا هادي، عطينا اخف، لان المراه باش تغبر بهذه الطريقه لانها موجوده في الحومه خمسة دقائق، قالت لك بين الام ديالها وبين دار قلاليش، ما تغبر بهذه الطريقه. والولد الصغير هز الساك وقال لهم انا غادي، قالوا له فين غادي؟ عند باباك، هو ما تيعرفش باباه، ما عمرو ما شافو ما حضرش عليه، دونك فين غادي ذاك الولد؟ راه تيقلب على الام ديالو. ولا كانت زهرة تسمعنا ولا انا عارف الصوت ديالك الاخت نزال علوي. وي. مسموع مسموع. دابا القلاليش مغبرينها مغبرينها، هذيك هي العلبه السوداء. انا تنقولها، وما ذاك السربالي
السربايه راه طماع، السربايه نعرفو من الاول مجوج، وكاع دوك الاصدقاء اللي كانوا دايرين به عارفينو مجوج، وهما شنو تيتسناو؟ تيتسناو قيلو شي يطيح باش ياخذوا المحسنين ديالو. هذا السربايه ولا دوك السعايه اللي معاه دوك القلاليش تيتسناو يطيح البقره طيح باش يقووا الجناوه باش المحسنين اللي كانوا تيهره ياخذوهم هما. هادي دونك، ولكن زهره غابره والله يبين الحق. شو هدي متى يكتبو تيقول لك زهرة ماشي في السجن، تقدر خبعوها باش ما تمشيش للشهادة لأن مطلوبة للشهادة. إيوا عطا الله فين يديروها، يسدو عليها، يسدو عليها ولا يهددوها، راه هي كتخاف. ولكن واحد 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 الفيديو دارته مع باها أمها ديناتهم. لا لا بشرى ما كايناش في اسبانيا، حنا سولنا. هما يا هما هاد قل ديروا لايكات راه كيضربوا اللايف راه كيدور. هاد خت قيلوش خرجت ديك الخطره قالت لكم راه زهره اللي قالوا معتقله راه هي عند امها. ما كاين لا فريز ولا اسبانيا، ما كايناش، ما كاين لا فريز. حنا سولنا قال لك داكشي ديال الفريز عاد ديري للارض الدواء، يعني ما يمكنش يمشيو للارض فيها الدواء حتى شهر 11 وما تيديوش البنات من المدينه حتى شهر 11 الا كانت شي حاجه. لا لا ما كاينش لا حيت انا افتراضيه. وي اختي ماموس ما كذبتيش، قالت لك اختفت كيما اختفت الشهيده مجده. القضيه ديال مجده راها في شي شكل حتى هي، ولكن هذه اللي كانت معاهم كانت العمود الفقري ديال ديك القناه، كانت واحد البيلي، كانت هي اللي وقف هذيك القناه بديك النشاط ديال الضحك. دابا هاد اختو هذه راها مجرمه، هذيك اختو تتبان بزاف مجرمه، هذيك حتى هي مو واكله الضربه، مو واكله الدقه، مورا ما تتقادش تهدا واكلة الدقة ديال بصح. وانا حسيت بهم، علاش انا اول واحد خرج قال لكم زهرة في السجن؟ لان حسيت بهم، كانت معاهم زهرة في واحد الفيديو ولا غدا غادي يديو قلوشة للكلينيك باش تولد. هذاك الصباح ما صبحاتش زهرة، وي ما صبحاتش، مي ولدات وداروا السبوع وهذه كانوا تيخرجوا بواحد التصريحات والفرحة ما كملاتش. كنا بغينا نفرحوا ولكن الفرحة ما كملاتش. شنو اللي خلى لكم الفرحة ما تكملش؟ هي زهرة. دونك نزيد نأكدو ونزيد نبقى أنا متشبت بالرأي ديالي حتى يبان لو كونترير، زهرة في السجن مشدودة. أنا ما بغيتوش ليها لأن شفتها في واحد الإنسانة زعما تتبان ظريفة، واحد الإنسانة حتى هي غير ضحية. وي نقول لها ضحية، هو راه ضحية نيت، راه ضحية نيت، راه كانت كتعرفو ملي كانت في سوق الأربع هي تعرفت عليه. شي اللي كاين ست شهور، يلا ست شهور برهوش ست شهور مو زوجاتو، علاش زوجتي؟ ولدك مجرم، ولدك مقاريم، عندو باردين الكتاف، ما عاقلوش شنو تيدير. زوجاتو علاش زوجاتو؟ والاخرين علاش قبلوا الزواج؟ وست شهور صافي حمل المرأة ودخل حمص ولا معدبة مع تركب فيها وتغسل المواعن وتدير وتفعل وترك، هادشي كامل تنقولو وتنبقى متشدد برأيي ديالي. زهرة السر ديال القلال، وكنتمنيت كنا نقراو تبحثي في الامر، ولكن ما عنديش الكنيه ديالها. دابا هذا هو المشكل، الكنيه ما كايناش. وديك صاحبتها اللي سكتوها بقناه، داروا لها قناه وسكتات، هضر على صاحبتك. انا تنعيا مرسلت لها لي ميساج، ما تيقراوش، ما تيعرفوا يقراو لا ميساج، ما واعيينش كوليخ. تنصيف لها ميساجات، فين هي زهرة؟ زهرة صاحبتك من الأول، وزهرة عندها نفس المصير ديالك، فين هي زهرة؟ فين هي زهرة؟ وزهرة حتى أنت إذا كنتي تسمعينا خرجي عند صاحبتك بصورة، بغينا نشوفوك صوت وصورة. واحد دقيقة خويا كافي كريم، نعيمة الزوين اليوم ما كان حتى شي شاهد من الجيران ديالهم، كانوا جوج ديال الناس خوت اللي جابوهم الشهادة، قال حاضرين له للدفين والحاضرين له للجنازة. حيت كتعاودي ديري السؤال وتعاودي انا جاوبتك. والسربايه راه من الصباح هو خارج مخلوع، تيهضر الهضره خاويه. حنا ما هضرناش على هذا، مازال ما تستمعوش، حنا تبعنا الامر اليوم، ما تستمعوش الاسره ديال المرحومه سعاد، ما تستمعوش ليها، وقيلوش عنده المحكمه بحال اللي قلت، عنده المحكمه في هذا الشيء ديال الخيانه الزوجيه وهذا اللي متبع به في هذا الشهر اللي داخل غدا في نوفمبر. التاريخ بالضبط ما عارفينوش، ولكن الاخت حنان بانوراما غادي تقول لنا التاريخ وقتاش، وغادي نتبعوا عاوتاني هذا الملف.
ديال الخيانة الزوجية والتبليغ وعدم مساعدة إنسان في خطر وعد التبليغات الكاذبة، عنده بزاف ديال هادشي كلشي حنا حافظينو. وتشكر الناس كاملين اللي تشكرك انت الاخت نساء العلوي، تشكر الناس اللي يهضروا بحرقه على المرحوم سعاد الاخضر الري اللي حتى هو قلبه ضار من هذه الناحيه، الاخت جيني كود، الاخت ليزا بابونيل، وكاع القنوات وكاع المتتبعين، لان المتتبعين كثار ما عندهم لا اناقه ولا جمال، ما قرابين لا من هذه الجهه ولا من هذه الجهه، باغيين حق المرحومه، وانا من واحد منهم باغي حق المرحومه. وقلت لكم بحثوا في هذا الخيط ديال الزهره، راه هي لان انت حضيهم لجدي، علاش الولد الصغير تتصوروه؟ ما عندكمش حق تصوروا ولد صغير فيديو وتشريوا له الحوايج، علاش تشريوا له دوك الحوايج؟ فين هي الام ديالو؟ باه راه في السجن مضروب 10 سنين وفين هي الام ديالو؟ هذا هي السؤال، بغيناها صوت وصوره، نشوفوها مباشره صوت وصوره. شكرا اختي نزار علوي، هذو ما التوضيحات اللي عندي. الله يطول لك العمر، خليك مطيره له النعاس من عيني، مازال ما فوالو. وسائل المفاجاه اللي كتساينك يا وليدي، باش عمرك تعاود تولي تكذب. احنا معاه دابا سخن الطرح. السلام عليكم. ما سخنش، هو سخن من شحال هادي، ولكن عيق بالكذوب، عيق بلي يعني شي حوايج. المهم ساين المفاجأة، باش ما عمرو يعاود يكذب ولا يجيب لنا الناس كانوا معاه في المقبرة ولا حاضرين ليه للدفين، هادوك ماشي شهود، جيب لنا الشهود اللي كنتي من قبل ملي كنتي في أم الربيع، ملي كنتي في أزروم، ملي كنتي كاري الدار، ملي كنتي داير الأفلام القصيرة، وهادوك هما الشهود. أما جوج حضروا الجنازة في المقبرة لقاوك تدفن المرأة، يمكن سولوك ولا سولو شي حد شكون هاديك مرت فلان، هادي عادية، غادي يقول إيه حضروا، أنا كان جبتيني كون شهدت لك أنا، إيه جيتي دفنتي مرتك، ولكن ما حضرتيش شنو وقع لها، ما كنتيش معاها في الطبيب فاش جابوها خوتك امك، ما كنتيش معاها فاش عيطوا لما والختها، ما كنتيش معاها، كنتي في ام الربيع في امك اللي قالها. الو 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 خويا عبدو، غادي دير شي لايف؟ اصبر نشعل لك. يلا تفضل. يلا على بركة الله. بسم الله. معنا الاخ عبدو الريفي، نورتيني. الله وتحياتي لاختي نزهة العلوي، الله يطول لك العمر. ديديكاس المتابعين الزينين، الله يطول لك العمر. متابعين الملاح يستاهلوا التبرع. وي راه هو شاهد قاتلو في راسو، راه شاهد في راسو نيت. ما هاد الشتيوة تبارك الله كنطل من الشرجم، شتا تبارك الله الله إلا. قلت لك أختي نزهة العلوي كتسمعيني؟ إيه كنسمعك، راه كيسمعك كلشي كيسمعك. تحياتي للمتابعين ديالك أختي العزيزة، وتحياتي للناس الناس الزينة. أختي نزهة العلوي شوف. وي أسيدي. أنا اللي غنطلب منك هو بغيتك الاسم الكامل ديال هذيك زهرة عافاك. ما كنت عارفه، كنا عرفنا فين كاينة. اللي عارفه بغيت الاسم الكامل ديالها فاكم، هذه وحدة. حاجة أخرى، الثور اللي غادي نتحقق له شرا باقي كيرجع اللور، وغادي يجي لهم واحد راه من أيديهم ومن ألسنتهم ودينهم. وي وي. إحنا الحمد لله انتصرنا في هذا الملف، هذا ملف انتصرنا فيه ياك. ما فيها بس نعم، نخلو شوية يحاولوا يبردوا شوية على قلبهم. وكنقسم لك باليمين، وهاد الليلة الناقصة من عمري ما كنتفرج في شي قرد فيهم أختي العزيزة. زدني عليك كنتفرج بصفة نهائية وبراس بلي في القبر. نعم. يلا باش يجيك نيشان. دابا أنا مهتم بزاف بالجزيرة، قناة الجزيرة، قناة العربية، قناة سكاي نيوز، مهتم بزاف بكشي اللي وقع في غزة، متبعها دقيقة بدقيقة وثانية بثانية. التلفازة اللي ما كنتش كنشعلو أنا على سيمانة 10 أيام دابا ولات ما بقاتش كيتطفى ليل ونهار. المهم بغيت نقول لك أختي نزهة العلوي، نعم، هاد الملف هذا راه قاضي التحقيق، راه كيشد الخيوط، شد هنا شد هنا شد هنا شد هنا. أجي يا الشهود، شنو قلتو؟ طق 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 طق
جي الام ديال المرحومه شنو قلتي دك 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 اللي اللي داروا اصلا هما اللي داروا الشكايه اجا المطالبين بالحق المدني شنو قلتو دك 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 قيد هنا قيد هنا قيد 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 دوك الناس اللي سمعوا لهم عند الفرقه الوطنيه كاملين غيسمع سمع لهم قاضي التحقيق وفي الاخر غادي يستدعي ميعيشه واسيو با محمد غادي يغيزوا الشغل وغادي يعيط القلو شاجي جي جي جلس قرف غيتحقق قرار الاخير والنهائي هو ديال قاضي التحقيق الدقيقه 99.99 من الجزء من المئه اللي غادي يضرب كيلوش غادي يجيبو سنترال نعم فهمنا هو شهود الزور ومن معاه جيبي جوج الخوت جوج الخوت نعم شنو قلتي جيب جوج الخوت نفس الكنية ياك يا والله ولو الطير يا والله ولو الطير قلوش قسما بالله شنو كيتسناك والله العظيم إلى عالم بغير الله سبحانه وتعالى لو كان تعرف شنو كيتسناك قلوش والله إن شاء الله أصلا ما كتقلوش دابا أنا دابا أنا ما غنضحك دابا والله العظيم أختي نزهة العلوي عرفتي كنستغرب دوك المتابعين ديالو هو تلقاو يقولوا له والله يخذ الحق وحنا بغينا في هذاك الظالم اللي قتل سعاد البريقي الله يخذ فيه الحق وانت وعمر هضر انا بدا كيعجبوني فيه الرعدة كيدعيو فيه مباشرة انا عمري ما شفت بنادم كيدعي بنادم في وجهه واخر كيغيب كيبلق عينيه اسمع الحول اسمع الحول مزيان انت اللي كتكرر وكتقول باللي انا راه النهار ديال اللي كانت سعاد البريكي شاد الحريق انا ما كنتش جامي انا ما كنتش يا كمي انا ما كنتش واخا سي قلوش العور الحول ملي شدها الحريق ما جيتيش وملي ماتت طرتي جيتي مشيتي لقنيطره باش تدفنها ملي شدها الحريق ما مشيتيش وملي زهقت روحها جيتي يا قلت لك انا راه الثور اللي غينضحك راه باقي ترجع على مارشاريال انا راه خديت واحد يومين ولا ثلاث ايام بالراحه غنوض لك غنجفف بك الارض وغادي نغطسك عاوتاني في الماء خانز ديال السردين بمصارلو وغنطلعك تدير وغنغطك عاوتاني دغ 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 غادي نلوحك عاوتاني وغادي نهزك وغنجفف بك ديك الارض كامله الخانزه بحالك سمعتي دابا تغنت عليك بالله اختي نزال علوي واش ملي صوموا عليه قالوا لي افلان راه مرتك شدها الحريق مرتك شدها الحريق ياك دابا خويا عبدو وانا بعيد عبدو وكذب قال لك هو اللي داها الطبيب هو اللي دا كل شيء هو اللي صوب لها كل شيء دابا هذا هي الكذبه اللي حاط نسى الفيديوهات ديالو نسى الهضره ديالو اي ورا كله تناقضات كله ولكن مفروض شو راه غادي يجروكاني وقال لك قال له الطبيب هز مرتك دفنها راه ما عندها والو راه ونزيد لك حاجه اخرى واش سمعتي تقبال مفروك تقيبه البارح شنو قال له انا ما كيهمني لا تقبد البير ولا البير يلاه هو سمرها له يعني انت مزوج بتقبة ديال البير يلاه الاولى اجلس تقلو شوط حرام برافو الاخت اللي قالت لك مصيرهم مصير مولات خيزو كثر مولات خيزو راه خدات غير 5 سنين اما غادي ياخذوا طويل والعريض والافقي والمتقوبي والمخروقي كلشي غياخذوه هما واسمعي اختي نزال على دابا عطيني على خاطرك حنا غادي نشوفوا اللوجيك ملي صوناو عليه مرتك مريضة لا أنا بعيد أنا ما فيا ما يجي أنا راه ما عنديش ترونسبور أنا راه بعيد في أم الربيع مع صحابي ماتت شطار إوا كيفاش دابا ديك القوالب زعما ملي ماتت طرتي مشيتي كطير ياك ملي ماتت مشيتي كطير ولا المركوب موجود ولا داك دردقيو كاين ولا الناس كاملين كاينين ياك ياك ولو كاينين ولكن اللي كان شد على الحريق انا ما كنتش امي انا كنت مسافر كنت بعيد دابا تخيل قدامي اختي نزال علوي شد دابا
شدها الفريق تخايب تخايب غير بشويه كان بالعرض الباطن. حنا بحال شي واحد ديك التيران تيران ملي كيماركيو شي بيت كيعطيوك واحد الاعاده ديال ديال بالعرض الباطن ياك بالعرض الباطن. شوف حنا نمشيو بالعرض الباطن سعاد شدها الحريق اي ما كرشي راني كنموت عتقوني هما جالسين في الدار دايرين بها ما كيتحركوش نهائيا ياك. هو مره يقول اتصلوا بيا قالوا لي راها شدها الحريق النص طاح عليها لا لا قال لك اللي الكل وقت يهضر معاها صوت وصوره ايوه ولا غدا الصباح غتموت ابي الفيديو ابي الفيديو ولا غدا غتموت ايوا وشويه قال لك انا ما صوناوش عليا ما هضروش معايا يلا هو واحد تناقض فرمشت عين يلا واش انت الحول حولك انت انت عينك حولين العين كتشوف كتشوف غربا والعين الاخرى كتشوف شرقا ياك ياك وعندك داك العقل راه علاش انت عين خرجوا حولين قلوش حيت انت عندك العقل حول داك العقل اللي عندك حول هو اللي حول لك عينك وانت ديك التحولات اللي عندك في العينين ديالك شي داك العقل اللي عندك حول هو اللي خلى الودنين ديالك يخرجوا وخلى العينين ديالك يتحولوا ياك انت كتحالك الناس كاملين بحالك لا حبيبي حنا راك كنشوفوا خمسة على خمسة غيتحاسب على هضرته هي الاولى كما خلقنا الله ولله الحمد اللهم ديما نعمه واحفظها من الزوال ياك. مهم تخيل قدامي اختي صونوا عليك الو فلان مرتك راها شاده الحريق طفى التليفون وجلس ونعس وشبع نعاس لنا مع صحابي انا ما كنتش امي ياك امي انا كنت بعيد انا الجامي انا ما كنتش ولكن غير صوت غير جات تليفون في المكالمه في اللايف اللي كان داير اللي كان داير اللايف جاتو مكالمه قالوا له راه بنت خالتك ماتت قال لهم انا غادي نغبر واحد السيمانه شد الطريق ديك الليل مشى ضرب عليها دغيا مشى للسبيطار لامور دغيا دخل لامور هضر مع داك العساس دك 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 دغيا 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 اللي ما عارفوش اخويا عبدو وكفنوها ودفنها وخرج كيضرب الكمانجه ثلاث ايام هو مو كيضرب الكمانجه على الحب ديالو ولا عطيني عطيني اللوجيك هنا عطيني اللوجيك الله يرحم بها الوالدين كيفاش انا صونيت عليك بلا انتيا راه مرتك بلا انت راه مرتك كتموت انا الجامي انا ما كنتش انا بعيد انا في ام الربيع انا مع صحابي انا كنضرب انا كنضرب الروج ولا ما نعرف ولا المحيه ولا السيليسيون غير ما تتزهق تروحها ترتيم بالتيم صبحتي يعني علاش هنا ما قادرش نجي ما كاينش ترونسبور انا بعيد ما عنديش طوموبيل وعلاش ملي ما تتوجد الترونسبور ودغيا طرتي جيتي دغيا هاد السؤال هذا ياك. شوف اختي نزلاوي وي سيدي ما تنسيش باللي راه واحد السيده راه 22 عام وهي تما في قنيطره مدفونه في مهديه وهي بنت هنا مع 160 مليون مشات تشري فيلا خباري خباري عودت لي واحد السيده ديالها شدوها كريسه وهداو ليها الفلوس وذبحوها وقرضوها ودفنوها 22 عام ياك تفهمنا تفهمنا 22 عام حنين انت 22 عام وي راه باش نقول لك الروح عند الله عزيزه كتقول لك ساخرج من عنده انتهى الامر ايوا نتوما تعرفوا اللي بغى يبقى معاه ما نزيدكم مال خير هنايا هنايا ما نزيدكم مال خير الو وين زعما وي سيدي راه حنا كنسمعوك الو راه حنا كنسمعوك جات واحد المكالمه جات واحد المكالمه وهذا وقطعت عليها في ابل قلت لك شالك الصوت شالك الصوت وين زال علاوي وين سيدي مرحبا شوف اسمحي لي على هذا الاقتطاع
معليش ديال جات المكالمه وداكشي. المهم كلشي باين كلشي واضح ياك، وغير احنا كنخدموا بالعقل، احنا كنخدموا بالعقل ما كنخدموش بالعاطفه، لان هادشي هذا ما فيش العاطفه. راه ما تنساوش بلا سيده عندها 22 عام وهي مدفونه في فيلا اللي كانت مسكينه بغات تشريها، طلعت من هنا من طنجة ودات معها 160 مليون داتها فلوس حب، داتها باش تشري فيلا، والكريمناليست والمجرمين ولات الحرام قتلوها مسكينه وداو ليها الفلوس، لا فيلا لا فلوس لا والو. 22 عام وهي مدفونه ياك، وجبدوهم وجبدوها مسكينه ودفنوها ياك، وداروا ليها جنازه وداروا ليها كل شيء. 22 عام يا اختي نزال علوي، ما يجمعها غير الفم عباد الله، ما يجمعها غير الفم. 22 عام ياك واخا، وشنو غادي تقولي انت على الجريمه ديال سيدي حجاج اللي في كازا اللي تفضحت هذه 3 ايام، اللي السفاح ديال سيدي حجاج راجل في الستينات اللي قتل جوج عيالات، وراجل قتلهم وقرضهم ودفنهم بقعة ارضيه في سيدي حجاج، عناين العائله ديالهم كيقلبوا عليهم، وفي الاخر شكون غادي يصدق القاتل؟ هو داك السيد اللي كانوا كيعطيوه يدوروا معاه وكيقولوا له عافاك سير عمرنا البوطه، عنده واحد الهونده، باع الهونده وشرى واحد ريبورتور، ايوا بدا كيتسخر على الديور بحال شي واحد في الدرب عسات على الدرب، ايوا سيدي اي دار بغاها كيتسخر له، فلان وعافاك جيب لي معاك من الحانوت، فلان اجي عمر لي البوطه، ولا كيدخل على الديور ولا كيعرف فركاينهم ويعرف ذهبهم فين محطوط ويعرف هادي ويعرف هادي، ولا يقتل عباد الله ويقرض ويديهم يدفنهم. عناين والروح عزيزه عند الله، يا والله ما تفلت يا قيلوش. ما بقاش الثقة اختي. علاش كتشوفني انا اختي نزال علوي دايره طونسيو وجامع طرافي؟ الثقة ما كايناش اصاحبتي، وبنادم راه يقتلك الله يستر على 1000 درهم وعلى 500 درهم اصاحبتي يقتلك بنادم، ورا كانوا انا راه عطاوني السمرة في خبارك اخبار يا واللي كان جالس معايا ديالي يعني ماشي البراني. كان كيقولها لي با الله يرحمه، كنا كنمشيو نتقداو عند با، كان كيشري البقاع ويبني وهادي، كان مقاول وكان كيدير هادشي ديال، كنا كنجبدوا الفلوس كنبداو نحسبوها في الطوموبيل، كيقول لي اجمع هذيك الفلوس من تما غيرسوا عليك الجيجان، وراه هو اللي عارف شنو كاين. هو اللي عارف كيقول لي راه جمع داك الفلوس من تما راه يهرسوا عليك الجيجان. هاد الناس اختي راهم خطار، راه بسبب الفلوس بسبب كل شيء بسبب الادسنس قتلوا سعاد. انا اليوم خرجت من حدا وما شافونيش. ما طيحش على بالهم فين كنت. ايوا قولي اختي نزال علوي اليوم سمعوا الشهود ياك. الشهود حنا مازال ما تحطش شي حوايج دابا ما نقولهاش هنايا الله يرضي عليك، حنا مازالين لان شي مفاجات شي قنبله ذريه غتكون ان شاء الله بقدره الله ان شاء الله. عارف راه وصلني بعد التشاش ديالها، راه وصلني بيا باش انا مرتاح مخماخ مع راسي ندير رجل على رجل وجالس نعمل. لا انا عاد صيفطت شي حوايج خطيتهم ونتمناو الخير وان شاء الله يكون غير الخير. شدك ليا نزال علوي على هاد الجره اللي كتجري، ومن غنساليو ان شاء الله هاد الشيء هذا، وانا غندير لك تكريم خاص. انا تكرمت في الرباط. شوف انا غادي ندير لك تكريم ديالي انا خاص ان شاء الله. ما تورينيش ما ندير، سمعتيني؟ لان انتيا الوحيده اللي بقيتي صامده وما تغيرتيش وما تزعزعتيش، ماشي بحال شي شهر ديما. ماشي ديالي اخويا، ماشي ديالي. نقزوا هنا ويجيو هنا حق صباح الخير، مساء الخير، لا انتم الله يعمرها دار ظريفين بخير، انتم الله يخليها سلعه. واحد رسالة غنوجهها لهذاك محاليك، واسمع ولدي، يا والله وتانتا شنو كيتسناك؟ يا شاهد الزور، راه شي اللي شاد الزور ضد سعاد بحال هو اللي قتلها. السلام عليكم، رفعت الجلسة، إلى اللقاء. الله يطول لك العمر.
شكرا لك الاخ، شكرا لك. الحمد لله كاينه واحد الفجاءه ساره لصالحنا، لان هاد الناس طغاو بزاف وطاولوا تهديدات، واي واحد بغى يقول الحق كيهددوا بالشكايات. حنا ما تنتهددوش، واللي في جهدكم سيروا ديروه، وحنا تنديروا غير الواجب. وبالاخص عندنا المؤازرات طرف مدني، ودابا تزادوا حوايج اخرين. دوك التهديدات كله حطيتهم لكم باش ما عمركم تعاودوا تزيغوا ولا تفرعنوا. السبان فيا اي حاجه حطيتها لكم، وبلا اللي في خباركم، بلا اللي في خباركم اللي وصلكم منه الصاد ما نتفكش معاكم. انا كنادي واجبي كفاعله جمعويه وكفاعله حقوقيه نحو ديك السيده اللي تحت القبر، اللي ما لقاتش الجهد باش تدافع على راسها. ربي بعثنا ليها باش نعاونوها وناخذوا لها حقها. اي واحد اللي عطاها السم، اللي عطاها السم وسممها وصلها. اما اللي عطاها العصا حنا عارفينو دابا شكون اللي ضربها واللي كرفسها واللي دار ليها الجروح والاصابات. حنا عرفنا شكون، ونبيه الكريم الحمد لله اللهم لك الحمد ما بقى قدم ما فات. ولكن شي حوايج هما بغاو يديروا لنا داك الفيراجات، حنا عاود درنا لهم العويجاج ديالها. قالوا باش كتفطر حنا كنتغداو باش تعرف شنو كاين. ان شاء الله كاين الخير، كاين واحد المفاجاه كبيره بزاف. شي حوايج حنا حطيناهم ومازال غادي نمشي عاود لتيفلت، لان هما مشاو داروا تغيير العنوان، انا عاود غنمشي لهم لتيفلت حتى يعرفوني كاينه تما. ولكن انا ما غيعرفونيش، انا ما غنقول لهم لا انا في تيفلت ولا في واشنطن ولا ولا، حتى يعيطوا لهم ويعرفوني كنت تما. حنا مازال اختي، لان تحطات شي حوايج حنا مازال ملي غادي نتعلموا غنعلمكم. مازال امي عيشه با محمد اسيه الاستاذ الروقاني وانا مازالين، لان تحطوا شي حوايج الله يرضي عليكم لصالح الملف، وما يمكنليش نزيد اكثر من هذا الشيء. الله يطول لكم العمر، لان ما ولا كيلعبوا معانا حتى حنا غنبداو نلعبوا معاهم. ومن افواههم ندينهم. لا نعيمه، راه قلت لك اختي نعيمه الزوين ما كاينه لا جاره لا والو. شكون اللي قال لكم الجاره؟ اليوم جابوا جوج الخوت، قال لك كانوا حاضرين للجنازه. يلا غادي نتكافاو بهذا اللايف. انا راه مازال ما كليتش، يلا دوشت وجيت درت لكم، لان الناس كيعيطوا لي وكيرغبوني. كنت غنديروا حتى الغدا، ولكن والله الا تفاجئت شويه معاكم. انا كنموت على المتتبعين ديالي الغزلان، كنحييكم بزاف والله العظيم. وسين وحق الله الا كان غير الخير، تنقسم لكم فمي بالله الا المرحومه سعاد البريكي غتاخذ حقها ثالث ومثلث في اللي وصلها للقبر. كونوا على يقين من نقول لكم شي كلمه ما نحتاجش نحلف الا كاين الناس عياو هادشي طال، ولكن ما طالش. راكم عارفين التحقيق، لان ما كاينش غير ملف واحد في المحكمه الله يرضي عليكم. صبرنا وداز الكثير، باقي غير القليل الله يرضي عليكم. شي حوايج شي مسائل خبر فراسكم، ولكن سينو كاين غير الخير. يلا تحيه كبيره ليكم، اكيد كلنا ثقه في القضاء المغربي، ولكن القضاء كيبغي حجاج، كيبغي اثباتات، كيبغي ادله، ماشي اجي يا فم وهضر. الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم. حتى حاجه ممكن تكون من غير هذا الشيء اللي قلت لكم، الاثباتات، الحجاج، الادله، وعاد زيد الشهود. الله يرضي عليكم. عين بلادي كاين ان شاء الله غير الخير. يلا تحيه كبيره ليكم، انا ما غنبقاش نعطيكم شي حوايج هنايا الله يرضي عليكم. ما بقيتش نعطي نيتي لهاد القناه، ولا كنعطيهم شنو كاين، ولا كنوريهم ولا حتى تنفاجئهم بحال ديما. غنبقى ندير لهم ديك اللعبه ديال ديدو هنا جيت. لانه هما حاضين
وبالاخص الهضره حرفيين كيهزوها وكيعرفوا شنو درنا وشنو فين مشينا. والله لا رميت لكم الملح فيه ولا عرفتوا شنو كاين حتى نفاجئكم بحال ديما. ديتي البنات قلوش التيفلت غنخلط عليك التيفلت، سالينا الهضره خلط عليك التيفلت ونشوفوا البنات اللي ديتيهم تحويل المدرسه وكلشي ديتيهم ليه يقراو، حنا نشوفوا هذا الشيء ما خسروا عليك والو، لان البنات خصهم طبيب نفساني. هذه اول حاجه، اول حاجه خص الاكثريه البنت الكبيره خصها طبيب نفساني. تحيه كبيره للمتتبعين ديالي الغزلان، امسيه سعيده. كاينه واحد المفاجاه غدا يبعدوا عاودا نخرجوا، ما غنعطيوها لهمش ما غنقول لهمش شنو كاين. تنسالي تنسالي الله يرضي عليكم. يلا باي باي وتصبحون على خير بحال ديما مح على المتتبعين ديالي الغزلان. يلا باي باي عليكم، امسيه سعيده. عقلوش السرباي آه.